السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتورة هدى كراجي في مادة معالجة الصور الرقمية. اليوم بهذا الشابتر إن شاء الله رح ندرس عن الكلر إيمج بروسيسنج. طبعا كوننا احنا بالشابترز اللي قبل كل البروسيسنج اللي كانت تتم كنا نعملها على جراي سكيل ايمجز، بهذا الشابتر رح نتعلم كيف نعمل البروسيسنج على الكلر ايمجز، ورح نتعلم كيف طرق عرض او تمثيل الكلر ايمجز المودلز اللي بنسميها كلر مودلز بهذا الشابتر. فنبدا معانا ان شاء الله اول شيء اللي هو عن أهمية الكلر في الايمج بروسيسنج. اكيد في عنا تو فاكتورز خلتنا ندرس الكلر ان ايمج بروسيسنج، اللي هو اول شيء انه الكلر هو عباره عن باورفول ديسكريبتور ذات اوفن سمبليفايز اوبجكت ايدنتيفيكيشنز اند اكستراكشن فروم ذا سين. فبتسهل علينا هذا الكلرز انه نعمل اكستراكشن للاوبجكت من هذا السين الموجود عندنا. ليش؟ طيب انه بتسهل علينا لانه الهيومن كان ديسيرن ثاوزندز عشان اوف كلر شيدز مقارنة مع الجريشيز اللي بيشوفهم الإنسان. الإنسان بقدر يميز تقريبا 2 دوزن، يعني تقريبا 24 شيدز اوف جري، بينما كألوان بيميز الإنسان thousands of colors. فهذا بخليه بسهولة يعمل extraction للأوبجكت أو يعمل identification للأوبجكت from the scene. فهي الأشياء اللي خلتنا إنه ندرس الكلر في الإيمج بروسيسنج، اللي هي بتساعدنا عن نعمل سيجمنتيشن للإيمجز ونميز الأوبجكت من السين الموجود عندنا، والإنسان بشوف عندنا ألوان كتيرة مقارنة مع الجري شيدز. هلا الأريا أوف كلر إيمج بروسيسنج في عندنا تو أرياز. أول شيء إنه في عندنا أول نوع اللي هي الفول كلر بروسيسنج. فول كلر بروسيسنج اللي هي بتكون ايمجز اكوايرد وذ فول كلر سنسور، يعني اوريدي الكاميرا بتلتقط للصور هي كلر ايمجز، فالالوان اللي بتكون في الصوره هي ترو كلرز. زي هون هذه الصوره هي ترو كلرز، انه فعليا لون الشجره هي اخضر ولون البخار مثلا ابيض ولون الارض هو بني مثلا او الجبال، فهاي الالوان هي ترو كلرز. لكن في عندنا كاتيجوري ثانيه بتكون اسمها سيدو كلر بروسيسنج، هي الصوره بتكون عباره عن مونوكروم ايمج. يعني مونوكروم هي جراي ايمجز. هاي الجراي ايمجز هي جراي سكيل ايمجز، بتكون عباره عن الدرجات الرمادي او ابيض اسود احنا بنسميها، احنا بنعطيها الوان. هاي الالوان ما بتكون الالوان الحقيقيه، هي بتكون فولس كلرز حطيناها اياها بس عشان نميز ارياز معينه، نميز مثلا حجم اشي معين. فهاي هي زي هون الصوره، هاي للغده النخاميه صوره مش واضحه التفاصيل اللي فيها والارياز اللي فيها، فبنلونها عشان تكون اوضح بهذا الشكل. فهي عباره مش ترو كلرز، هي عطيناها احنا الهيومن عملها assigning لهاي الكلرز حتى يميز حجم areas أو يعملها segmentation. فهاي عنا pseudo coloring، هي عبارة عن assignment of colors to gray values أو to monochrome عنا أو gray scale images عنا based on specified criteria. فإحنا طبعا إحنا بيكون criteria معينة، على أساس criteria معينة بيكون لوننا الصورة بهذا الشكل. واي مثلا المابس الخرائط طبعا ما بتكون ملونه، احنا بنلونها حسب الكرايتيريا. مثلا هاي الصوره بتمثل عندي الرين فول اوفر 3 ييرز، افريج مانثلي رين فول اوفر 3 ييرز. فهون الالوان هذه بتميز لي انه مين الهيفي رين مين اللو رينز فول في هاي الاريا. طبعا رح نيجي نحكي شو طريقه السيدو كلرنج بروسيسنج ان شاء الله في بهذا الشابتر، بس بعدين في المحاضرات الجاي ان شاء الله. بحكي طبعا في الباست كانت معظم الارياز تبعت الكلر ايمج بروسيسنج كانت تيجي على السيدو كلرنج، لانه كانت الصور معظمها جراي سكيل. لكن حاليا بالتقنيات الجديده معظم الابلكيشنز هلا اللي تستخدم فيها فول كلر ايمج بروسيسنج، خاصه الببلشنج والانترنت اند فيجواليزيشن. فكل الديجيتال ميديا عندنا موجوده حاليا كلها معظمها فول كلر ايمج بروسيسنج تكنيكس. هلا حكوا بالبدايه خلينا نشوف ندرس كيف الهيومن بيشوف هاي الالوان بالطبيعه عشان نقدر نعملها سيميليشن في الكمبيوتر. فاجوا شاف عندنا هو في عام 1666 اجى العالم ايزاك نيوتن واسقط ضوء ابيض وين على بريزم، اسقط ضوء ابيض على البريزم هون. فلما مرر من خلال من البريزم هذا الضوء الابيض اكتشف انه الضوء تحلل لانتو ديفرنت سبيكترم اوف كلر سبيكترم، تحلل. اذا هذا الضوء الابيض هو مش ضوء ابيض، هو في جواته عده الوان عده اطياف. هاي الاطياف عندنا بتكون عندنا في ديفرنت فريكوينسز، بتكون فيها لها ديفرنت ويف لينث، بتكون من عند الفايوليت لحد وين الريد. طبعا هي ما بتكون بهذا الشكل انه اول ما يخلص الفايوليت بيجي عندنا البلو بعدين الجرين، لا هي بتكون سموثينج، هي كونتينوس ويفز، بتكون كونتينوس عباره عن سبيكترم اوف كلرز
that ايش عنا blended smoothly into the next color. يعني زي هون شايفين كيف عنا بيجي بخلص مثلا اول شيء violet، بخلص ال violet بيجي بشكل smoothly، مش مباشرة بنتهي بيجي البلو، لا بشكل smoothly بيجي على البلو. بعدين بيجي عنا البلو لما يجي انتقل على الجرين سموثلي بنتقل على الجرين، شوف بيعطيني هذا البلندنج اللي هو بلند بين البلو والجرين سيان، ونفس الشيء الجرين بعدين سموثلي بنتقل على الريد بيعطيني اللي هو اللون اليلو اللي هو بين اللي هو البلندنج بين الجرين والريد. شايفين هاي احنا هاي اللي بنسميها الفيزبل سبيكترم، اللايت وايت اللي احنا بكون عندنا هاي بنسميه فيزبل سبيكترم اللي هو احنا بنقدر نشوفه كانسان، احنا كهيومن اللي ايش بنقدر نعمله بيرسيف اللي هو بندركه اللي هو الفيزبل سبيكترم اللي هي بتقع رينجينج بتوين ال 400 ل 700 نانومتر اللي هي فيري نارو رينج. هاد شايفين تذكروا الجاما لحدة الراديو ويفز، احنا ما بنقدر نشوف الا بس هاي النارو رينج اللي هو مين الفيزبل سبيكترم بنسميها اللي هي من 400 نانومتر ل 700 نانومتر. كل لون احنا بنشوفه بكون له طول معين، له ويف لينك معين. فالفيزبل لايت سبانز ذا الكتروماجنتيك سبيكترم فروم 400 نانومتر تو 700 نانومتر اللي هو بيقع بين الالترا فايوليت والانفراريد فيزبل لايت. فزي ما انتم شايفينها حكينا بنتقل بشكل سموثلي من لون للون حسب اطوال الموجود عندنا، كل واحد له لينث معين. طب احنا كهيومن كيف عنا نقدر نشوف الاوبجكت الاخضر، اخضر والاحمر، احمر والازرق ازرق؟ هلا كونه الوايت لايت كلياته بكون مسقط على الاوبجكت. هلا بحكي لي يس، هلا هو انا مش هذا مش بريزم الاوبجكت، الاوبجكت هذا شو بيعمل؟ بيجي عنا الوايت طبعا ما دام في عند ضوء اللي هو الوايت لايت بنشوف الالوان، غير هيك ما بنقدر نشوف الالوان. الوايت لايت عنا بيسقط على الاوبجكت، الاوبجكت هون ما بيعكس الا اللون تبعه. طب شو بصير في الالوان الثانيه بالويفز الثانيه؟ الويفز الثانيه بيعملها ابزوربينج، شو بيعملها ابزوربينج؟ بيمتصها الاوبجكت وبس بيعكس له، بيعمل لي ريفليكشن لبس لمين؟ للون تبعه. اذا بحكي لي هون بس اللايت بعمل ريفليكتد فروم ايش عنا؟ ذات اوبجكت، يعني بحكي لي الاشي اللي بيعكس لي اياه الاوبجكت انا بشوفه. فمعناته الكلر ذات هيومن بيرسيف ان ذا اوبجكت اللي هو مين؟ بس اللايت ريفليكتد فروم ذا اوبجكت، فالهيوم بيرسيف اللايت ريفليكتد فروم ذا اوبجكت. فهذا الاوبجكت بيعمل ابزورب لا كل عندنا كل الانرجي ما عدا اللون تبعه، بيعمل لي اياه ريفليكشن، بيعكس لي بس الجرين لايت، وانا بقدر اشوف بس الجرين لايت من هذا الاوبجكت. فالجرين اوبجكت ريفليكت لايت وذ ويف لينث من 500 ل 570 نانومتر وايل ابزوربينج ذا موست انرجي ذا اذر ويف لينث، اللي هو يعني انا معناته هو الوايت لايت شو بيحمل؟ من 400 نانومتر ل 700. طب شو صار في الباقي؟ من 400 ل 500 عملهم ابزورب، من 571 ل 700 عملهم ابزورب، بس عمل لي ريفليكت لمين؟ اللي هي الجرين لايت اللي هو من 500 ل 570، فهذا اللي عمل لي ريفليكشن له. هلا هذا الوايت لايت بحكي لي فيه تو كاركترستيك، اول شيء اول كاركترستيك كان بكاركترايز اكروماتيك لايت او كروماتيك لايت. الاكروماتيك لايت او هو بالتنتين مع بعض مش او وا. الاكروماتيك لايت هو عباره عن جاست له وان اتريبيوت اللي هي شو هي؟ الانتنسيتي. شو يعني الانتنسيتي؟ اذا له جاست وان اتريبيوت اللي هي الانتنسيتي. شو يعني انتنسيتي هون؟ اللي هي عباره عن سكالر ميجر اوف انتنسيتي اللي هي رينجز فروم بلاك تو وايت اللي هي مسميها البرايتنس، يعني نسميها ايش؟ برايتنس. هيها اذا الانتنسيتي هون شو هي؟ البرايتنس. الاكروماتيك اكروماتيك اللي هي مسميها مونوكروم او برايتنس او جري سكيل او الانتنسيتي اللي هي بتكون عباره عن الاضاءه البرايتنس. اما الكاركترستيك الثانيه اللي هي الكروماتيك لايت اللي هي عباره عن الالكتروماجنتيك سبيكترم ذات سبان فروم 400 نانومتر تو 700 نانومتر اللي هي مسميها الالوان، الالوان الصوره. فعندي انا مثلا تو خاصيتين للضوء اللي هي سطوع الضوء البرايتنس اوف ذس لايت، ضوء خافض ضوء ساطع، وكمان الالوان اللي احنا بنقدر نشوفها. يعني نشوف شغلتين احنا، بنشوف الاضاءه مقدار الاضاءه قديش، والكروماتيك لايت اللي هي الالوان. الالوان طبعا هي ما بنقدر نشوفها الا اذا كانت الاضاءه كافيه، اذا كان ضوء خافض ما بنقدر نشوف الا شيدز، بس بنشوف ايش عنا البرايتنس انه بنشوف عنا اشي فاتح غامق، لكن الالوان ممكن ما تقدر تميز الالوان الا اذا كان في عنا اضاءة. فالكلر كان بي كاركترايز باي برايتنس اند
كروماتيسيتي. كروماتيسيتي الألوان، برايتنس اللي هي الإضاءة، شدة الإضاءة يعني إذا كانت إضاءة خافتة أو عالية. طيب الكروماتيسيتي دي عندنا، الكروماتيسيتي لايت، الكروماتيك لايت، هذا في عندنا 3 كوانتيتيز بيعطوني الكواليتي اوف ذس كروماتيك لايت، اللي هي راديانس، لومينانس، برايتنس. راديانس اللي هي تقاس بالوات، اللي هي توتال اماونت اوف انرجي ذات فلوز فروم ذا لايت سورس، قديش الاماونت اوف ايش عندنا الطاقه المبعثه من الاضاءه الموجوده عندنا، اللي هي الراديانس تقاس، يمكن قياسها بالوات. لومينانس كمية الطاقة اللي بحصل عليها الناظر، هي amount of energy that observer receives from the light source، قديش اللي هيومن بيقدر يشوف أو بيعمل perceive. هل هم متساويات؟ لا طبعا مش متساويات. example عليها، مثلا في عندي light، ضوء، هذا الضوء منبعث من مصدر بيعمل في المنطقة اللي هي أشعة تحت الحمراء، اللي هي produced from the source operating in the far infrared region، هي منطقة ضوء منبعث من منطقة تعمل في الأشعة تحت الحمراء. هل إحنا بنقدر الهيومن نشوفها؟ لا، معناته بتكون اللومينس لإلها مدامة ما بيشوفها الهيومن شو بتكون؟ زيرو. إحنا زيرو، hardly perceived، صعب يشوفها. فالكمية اللومينس هون شو راح تكون؟ زيرو، لومينس زيرو. طب الراديوس هل في عنا طاقة منبعثة؟ يس أكيد ممكن تكون عالية، فالراديوس عنا هون شو بتكون؟ الراديوس significant، فالراديوس significant، لكن اللومينس بتكون hardly perceived، فأنا معناته مش متساوي الطاقة، فأنا مش كل إشي بطاقة منبعثة اللي هي ما بقدر يشوفها زي الإكستري. إحنا هل بنشوف نقدر نشوف اللي أورجانز جوا البطيء؟ لا، فإحنا معناته في طاقة منبعثة، لكن هل أنا بقدر أشوف بحصل عليها الناظر؟ لا، فمعناته عنا هدول التنتين يمكن قياسهم، هاي تقاس بالوات وهاي تقاس باللومينس. أما البرايتنس هي subjective descriptor that is impossible measure in practice، ما في اشي بقدر اقيسها. ليش؟ لان هي بتمثل كثافة الضوء، هي بتكون عبارة عن الكلر سنسيشن، انه خافت مش خافت، الضوء عالي مش عالي، فهي هون بتكون مقدار الاضاءة، هي بنسميها الكلر سنسيشن او بنسميها الانتنسيتي اوف كلر. فالبرايتنس هي hardly to measure، فهي بتكون عبارة عن subjective descriptor، بكون في عنا سنسورز هم بتحسسوا ليش عنا لمقدار هذا الاضاءة. طيب الهيومن كيف بيقدر يشوف عنا الالوان هذه؟ في عنده الهيومن في بجزء بالعين تبعته في شيء اسمه ريتينا، الريتينا اللي هي الغلاف الداخلي للعين، هذه اللي بينعكس عليها الصوره اللي بيشوفها الانسان. فبتتكون من ايش؟ من خلايا حسيه اللي بنسميها فوتوسنسيتيف سيلز، اللي هي مستقبلات. هاي الخلايا بتحول السبيكترم اللي بيلتقطها العين اللي هي ريفلكتد فروم ذا اوبجكت انتو فيو ديسكريت فاليوز، تحولها لفاليوز. مين هم هدول الفوتوسنسيتيف سيلز؟ الخلايا الحسية هاي بتنقسم لنوعين، النوع الأول اللي هم الكونز والنوع الثاني رودز، اللي بنسميهم مخاريط والعصي. الكونز مسؤولة عن إيش؟ عن تحديد الألوان، اللي ما بتعمل هاي الكونز إلا إذا كان في عندي ضوء، فهي is not very sensitive to the dim light، الضوء الخافت ما مش حساسة لإله. فهي شو معنى مسؤول الكونز عن الكالورد لايت؟ لتحسس الألوان. أما الرودز، الرودز هي مسؤولة عن إيش؟ مسؤولة عن الأكروماتيك لايت اللي هي الانتنسيتي، يعني إذا كان الضوء خافت مين بيشتغل عندي؟ الرودز، عشان تحدد لي إيش؟ تحدد لي إنه بتصير تشوف هيك بس شوف زي جراي، يعني أنت خفض الضوء ما بتشوف الألوان فعليا، بتشوف بس عبارة عن شيدز، في أوبجكت هون ما في أوبجكت، في عنا فبتشوف عن شيدز بس، فهون بيشتغل الرودز. طبعا الكونز الموجودة عنا عددها ممكن من تقريبا مش عارفة 7 مليون اشي زي هيك، فكل واحدة مسؤولة عن different spectrum، انها تتحسس ل different spectrum. ففي عندي بتكون مثلا البلو لها كونز مخصصة لإلها، الجرين لها كونز مخصصة لإلها، الريد لها كونز مخصصة لإلها. شايفين زي ما انتو شايفين هون كل واحد من الكونز الموجودة عندنا بتتحسس نوع معين من الألوان. طبعا هون بسبب الابزوربيشن اللي بصير في الكونز بتمتص الألوان، بصير في عنا بليندنج. فإذا صار في عندي بليند بتوين البلو والجرين بكون عندي السيان، إذا كان في عندي absorption between the red والجرين بصير عندي اليلو فوق الأورنج. فهاي عنا بتكون عملية البليندنج، وكيف بكيف الإنسان بشوف الألوان الموجودة عنا باستخدام الكونز والشيت باستخدام الرودز. فأنا هاي هو two characteristics لللايت، في عنا الرودز اللي بتتحسس للأكروماتيك لايت اللي هي الانتنسيتي كثافة اللون اللي هي البرايتنس، والكونز تتحسس للألوان اللي هي مسميها كروماتيك لايت، تتحسس للألوان اللي هي كروماتيك لايت.
فهي بحكي له هون عملية انه كيف بتنتج الالوان الثانية، انه هو بحكي لك الكونز اللي عندنا بتعتمد على 3 primary colors، اللي هو انا عندي 3 انواع من الكونز، عندي كونز للريد جرين بلو. عملية الابزوربيشنز اللي عندنا بتعمل blending للكولرز، فبتقدر تعمل adding together عندنا كل الالوان مع بعض، بيعطوني اذا كل الاماونت اوف ريد جرين بلو بيعطوني وايت كلياتهم blended. ممكن انا كل 2 colors green مع red بيعطوني yellow، green مع blue بيعطوني cyan، red مع blue بيعطيني magenta، اللي هم نسميهم secondary colors. فرح نحكي عنهم بعدين هذا الموديل اللي هو secondary والprimary colors الموجودين عندنا. فنفس نفس الشيء في التي في، نفس كيف الهيومن كونز بصير عندنا في التي في، في عندنا شيء اسمه ريد بيمز وريد فوسفورز. فانا اذا بدي اشوف في التي في مثلا دوت معين ريد دوت، فشو بعمل بهاي الحاله؟ بعمل فايرنج للريد بيم اد ريد فوسفور عشان يصير عندي الريد دوت على المونيتور. نفس الشيء اذا بدي جرين او بلو. هلا اذا بدي وايت دوت بعمل فايرنج لمين؟ فايرنج للريد والجرين والبلو simultaneously مع بعض حتى اقدر اعمل الوايت لايت. اذا بدي بلاك وايت بعمل تيرن اوف لكل البيمز هذه، حتى انه او لكل تيرن اوف لكل البيمز اللي عندي حتى انه احصل على بلاك دوت. فيك بيشتغل التي في مونيتور. فهاي بالنسبه كانت للسيميوليتر لكيف انه عمل سيميليشن للهيومن اي حتى يمثلوها في المونيتورز اللي عندنا في الديفايسز الموجودة الكالرز ايمجز. فعندي هنا اول عنا رح نحكي عن المودلز، في عنا different models to simulate colors images حتى تستخدم في different purposes. فعنا اول color model او عنا اللي هو RGB model، في عنا CMY، في عنا HSR. فشو تعريف الكالر model؟ هو عبارة عن specification of colors in a standard way. تعريف الكالرز بالستاندرد واي، او له تعريف تاني اللي هو بحكيه specification of coordinate system، لانه بيكون عندنا مثلا 3 values، معناته انا في عندي 3 axes بمثلهم في coordinate system x and y and z، فبتمثلوا على شكل subspaces between هدول ال coordinate system. كل single point عندنا بتمثل color معين في هذا subspace. اول موديل اللي هو ال RGB موديل. ال RGB موديل وال CMY عنا بيستخدموا هدول في ال hardware oriented، يعني لل hardwares. يعني اذا بدي استخدم انا للمونيتورز او للكاميرز فبستخدم ال RGB. ال RGB لايش بيستخدم؟ للمونيتورز وللكاميرز. ال CMY لايش بيستخدم؟ للبرينتر. فتلاحظوا دول هم hardware oriented. هلا اذا بدي استخدم for image processing oriented اللي هو for algorithm based on in color description that is natural intuitive to humans، يعني اذا بدي اشوف الديسكريبشن المعتمد على الهيومن، كيف الهيومن بوصف الكلر؟ الهيومن بوصف الكلر احمر فاتح ساطع، احمر فاتح مثلا قاني. فشو يعني هاي الاشياء اللي هو اللي احنا ما بنقدر نوصفه بالريد جرين بلو. ريد جرين بلو عشان انا اوصف بحكي له amount of red green blue، هذا اشي صعب للهيومن ديسكريبشن لإله. لكن الهيومن زي هيك بحكي احمر فاتح، احمر شو معناته؟ احمر هيوم، فاتح يعني saturated يعني مخلوط بابيض، تشبع اللون. هل هو بيور ريد ولا مخلوط بابيض؟ فهي هي saturation، قديش مخلوط بابيض. intensity اللي هي brightness ساطع قاني خافت، مسميها خافت مثلا ساطع، فهاي مسميها الانتنسيتي. فهذا بيستخدموها بهاي الحالة ال HSI موديل اللي هي هيو ساتوريشن اند انتنسيتي. فبكون هون بهاي الحالة ال HSI بيحتوي على 2 كومبوننتس، اللي هي اول شيء الكلر كومبوننت اللي هم الهيو والساتوريشن بيعطوني الكلر كومبوننت، والانتنسيتي اللي هي البرايتنس بتعطيني الجري سكيل ايمجز، الجري سكيل انفورميشن. رح نحكي عنهم هدول المودلز ان شاء الله بالتفصيل. نحكي عن اول موديل اللي هو ال RGB موديل. ال RGB موديل بتكون من 3 ماتريسز. اول ماتريكس اللي هي عندنا الريد، ثاني شيء الجرين، ثالث شيء البلو. كل ماتريكس عندنا بتكون عباره عن ايمج لحالها، بلين لحالها. فالثري ايمجز هذول بيعطوني كلرد ايمج. فكل معناته انا عندي الريد لحالها جراي، الجرين جراي، والبلو جراي ايمج. الثلاثه مع بعض مدمجهم بيعطوني كلرد ايمج. هلا كل وحده من هدول الكالرز او كل وحده من هاي الكومبوننتس الريد لحالها بدها 8 بت في كل بكسل تتمثل في الريد ماتريكس. الجرين هي عباره عن كونها ماتريكس لحالها، فبدها كل بكسل فيها تتكون من 8
بت، والبلو نفس الشيء 8 بت، معناته الصورة الملونة قديش البت دبت لها، أو بسميها البكسل دبت. البكسل دبت فيها 24، ليش؟ لأنه الريد بدها 8 بت، والجرين 8 بت، والبلو 8 بت، فأنا معناته شو بصير التوتال عندي 24 بت للار جي بي ايمج. فالبكسل دبت عنا قديش بتكون البكسل دبت؟ اللي هي 24 بت بير بكسل. شو يعني بكسل دبت؟ بحكي اللي هي عبارة عن number of bits used to represent each pixel in the color image، لأنها هي مش ماتريكس واحدة ال RGB، هي 3 matrices، كل ماتريكس بدها 8 bit، معناته أنا بدي يكون عندي 24 bit per pixel. هاي عندي هنا عملوا رسموا لي الكوردينيت سيستم تبعت ال RGB. هون عملوا normalization تكون القيم من 0 ل 1، فإنه الريد بدل ما يحطوها 255 حطوها هي الواحد، أو الوايت واحد، واللي بلاك زيرو. فعنا هون بحكي لي عندي 1 axis رح يكون للريد، 1 axis للجرين، 1 axis للبلو. فعندي هنا الريد عنا بدها تكون قيمتها أعلى قيمة اللي هي 100، اللي هي الريد لحالها، الجرين 010، والبلو 001، الزيرو زيرو زيرو اللي هي البلاك، الوايت اللي هي هاي الزاوية بهذا المكعب اللي هي بتكون طالعة لبرا، هاي بتكون 1 من البلو، 1 من الريد، 1 من ايش؟ من الجرين. هلا هذا السب سبيس لحاله، شو هذا السب سبيس بيحتوي؟ بيحتوي على الريد زائد الجرين. هل هون في اشي بلو؟ لا، هون بلو ماله صفر. شوف هاي النقطة اللي هي شو بتكون؟ عبارة عن 1 من الريد، 1 من الجرين، اللي هي بتكون 1 1 0. شو بتكون عندي؟ بلندنج اوف ريد اند جرين اللي هو يالو. هذا السب سبيس اللي عندي رح يكون من هون الزاوية هاي بلاك، من هون الزاوية يلو، من هاي الزاوية ريد، من هاي الزاوية جرين، وبالنص رح يكون اللي هو كله بلندنج لهاي الكالرز. خلينا نشوف هذا السبيس وينه. هيو هذا السبيس اللي هو هذا، شايفينه؟ حكينا هون بده يكون الزاوية هاي اسود، من هون احمر، هون اخضر، هون اصفر. هذا السب سبيس اللي هو البلو فيه ماله زيرو، شايفينه؟ اللي هو هذا اللي بيكون اصفر المكعب من تحت، هدول بنسميهم 3 hidden surfaces. هلا رح نشوفهم. هلا طيب عندي السب سبيس اللي موجود عندنا هون، السب سبيس اللي عندي هون هذا بكون 0 من عند البلاك، من هون، هون بده يكون ريد، هون بده يكون بلو، هون بده يكون بلندنج بتوين البلو اند ريد. هون في اشي دخل في الجرين؟ لا، هذا السب سبيس بكون عندنا الجرين فيه 0. هاي ماجنتا اللي هو بخلط فيه البلو مع الريد اللي هي بتكون قيمته 101. خلينا نشوفه. هي هون اللي هو بيكون الجرين زيرو، هيو ازرق احمر اسود، من هون، هون ماجنتا، هاي البلندنج بتوين الماجنتا، بتوين البلندنج بتوين الازرق والاحمر اللي هو البلو اند ريد. فعندي هذا السب سبيس اللي هو بيكون الجرين مع البلو، الجرين مع البلو، شايفينه؟ شو بيكون عندي اللي هو الريد زيرو، فهون بده يكون سيان اللي هو البلندنج بتوين البلو مع الجرين اللي هي بده تكون 0 1 1. هذا السب سبيس الموجود عندي هون. فهي عندي هذا الريد زيرو، لاحظ بكون عندي ازرق واخضر اسود هون عند الزاويه اللي هي الاوريجن، وهون السيان. هدول 3 هيدن سيرفيسز اللي احنا مش شايفينهم بالكيوب هاد، هدول 3 هيدن سيرفيسز بكونوا موجودين عندنا في الكيوب كسب سبيس واحد بكون. هلا بحكي لي الخط الواصل بين البلاك والوايت، البلاك اللي هي السنتر اوف ذا كيوب، لحديت الوايت الزاوية اللي هون، هذا بكون جري سكيل. فالجري سكيل اكستند فروم بلاك، والجري سكيل فروم بلاك تو ذا وايت along the along ايش عنا ذا لاين، واضح؟ each color is represented by a point in this unit cube. كم بوينت عندي هون محتمل يكون عندي؟ بحكي له هون number of colors، حسب انا عندي كل بكسل فيها 8 بت، وانا عندي هون 3 بلينز او 3 عندنا كلرز، رح يكون عندنا 3 بلينز اللي هم ريد جرين بلو. فبحكي لي رح تكون عندنا 2 قوة 24 يساوي 16,777,216. فهذا الرقم كتير ضخم اللي هو البوسيبل اوف كلرز الموجود عندنا، لكن السيستم سهل، السيستم بقدر يميزوا لي او بقدر يمثل لي هاي الكلرز؟ لا طبعا، موست سيستمز بقدر يمثل 256 كلر.
هاي الموست اوبريتنج سيستمز، لكن في بعض السيستمز في 40 لون ما بقدر يتعامل معاهم، فهدول الالوان شلناهم من السيف كولرز، فعرفنا في عنا 216 لون، عنا 216 لون هدول بنسميهم السيف كولرز، رح نحكي عنهم كمان شوي. بس خلينا نحكي عن هاي الالوان، بكير عشان نشوف سب سبيس معين في هذا السيستم لازم نثبت لون. يعني انا هنا ما بنفع اخذ سب سبيس زي قبل شوي لما كنا صفر مثلا هو بهذا السب سبيس اللي تحت، ثبتنا مين؟ ثبتنا البلو زيرو واخذنا. هون بدي احكي لك بدي اثبت الريد مثلا مش زيرو، بدي اثبت الريد على النص واخذ سب سبيس. فشو اخذوا هاي هنا في هاي الصوره؟ ثبتوا الريد 127 اللي هي النص، يعني اذا اعتبرنا من 0 ل 255 فبتكون بالنص اللي 127. اخذوا الريد 127، لاحظ الالوان ثابته تبعته، لكن اخذوا سب سبيس تبع مين؟ اللي هو بين الجرين والبلو. فطلعت عندهم هاي الصوره اللي هي شايفينها فيها الالوان، طبعا هاي السب سبيس اللي هو الريد زيرو، لكن لما حطوا الريد نص هاي الصوره السبيس اللي عندي. هذا عباره عن سب سبيس واحد من الكيوب، يعني اخذوا مقطع كروس سكشنال بسموها كروس سكشنال كلر بلين، اخذوا بس مقطع واحد من الصوره، رح تكون هي عباره عن فيها لازم يكون ثابت فيها سبيس معين والباقيين هم الفاريانت. اذا بدك تاخذوا كروس سكشنال، كل كروس سكشن عندنا من هذا الكلر الكيوب هو عباره عن لون ثابت معين، في عنا قيمة ثابتة من هاي الكلرز إما ريد أو جرين أو بلو، بعدين عنا بكون في عنا تنين بتغير. فهاي بالنسبة ل الكوردينيت سيستم اوف ار جي بي سيستم. فهي حكينا هون طبعا هاي نفسه هو بس هم مثل لك الالوان، بس انه بحكي لك البلندنج اوف بلو اند ريد بيعطيني ماجنتا، والبلو اوف بتوين بلو والجرين زي، يعني عن هاد اعاده للحكي اللي حكيناه قبل شوي. هاي بحكي لهون عن السيف كلرز اللي قبل شوي قلنا حكينا الموست سيستم بيستخدموا 256 كلر، لكن في بعض في 40 لون من هدول 256 مش سيف ما بيقدر يتعامل معهم هاي السيستمز، فخلوا الالوان السيف، عرفوا في اشي اسمه سيف كلرز اللي هم بيقدر يتعامل معهم اي اوبريتنج سيستم اللي هو 216 لون. حكوا لك كيف نعرض هدول ال 216 لون؟ بحكي لي ال 216 لون هدول عملناهم حسبنا انه الكيوب هاد عندي عبارة له 6 surfaces، فحكينا كل surface بتكون من ايش؟ من 36 لون، في 6 surfaces بكون عنا 216 لون، فهي دول هم 6 surfaces of this cube. كل surface بتكون من 36 لون، فهدول الالوان اللي بيقدر يمثلوهم كل الاوبريتنج سيستمز الموجودة عنا، بسميهم safe colors بالاضافة لمين؟ بالاضافة للgray shades الموجودة عنا، طبعا في منهم هدول مش موجودين بالsafe colors لكن بيقدر يتعامل معهم كمان السيستمز. شايفينهم هاي هدول السيف كلرز هم. طب بحكي لي هلا انا معناته ما بقدر امثل اي قيمه بتوين الصفر لل 255، شو الاشياء المحتمله انا بقدر استخدمها؟ قالوا لك السيف كلرز هم هيهم اللي هم عباره عن انه بحكي لي انا معناته لازم يكون عندي بس 6 فاليوز بقدر امثلهم من صفر ل 255، لانك اذا بدك تمثل كل الفاليوز بثري بلينز ريد جرين بلو معناته انا بيطلع عندي اللي هو حكينا عنهم اللي هم 16 مليون، لكن انا هون بهاي الحاله بقدر امثل بعطيك انا 6 values من 0 ل 255 في 3 bands بيطلع عنا 216. طبعا بحكي لك الشيء المعتاد عليهم هدول اللي تستخدموا الهكسا ديسمال فيهم انه الصفر طبعا بالهكسا 00 بال 51 هيك بالهكسا، وهي تمثيل كل قيمه في الديسمال هاي بالهكسا. طبعا ليش استخدموا هنا بالهكسا 2 digits؟ بسبب انه انت اعلى لون اعلى قيم بالهكسا هي 4 ones، طبعا هذا الاشي غير كافي بتمثل هي 15، فمعناته انا بحاجه ل 2 digits حتى امثل اللي هم 8 ones اللي هي 255. طبعا هي الالوان تبعت الكيوبس كلياتها بالهكسا ديسيمالز موجودين بهذا التيبل، طبعا مش للحفظها بس للاطلاع عليهم بالهكسا ديسيمال. كل 2 digits بمثلوا عندي، يعني هاي الاف اف شو بتمثل عندي هون؟ الريد. الاف الثاني بتمثل عندي الجرين، والاف اف الثالث بتمثل عندي البلو، كل 2 ديجيت بتمثل عندي لو باند معين. هلا بحكي لي في عندي هدول الريد جرين اماونت اوف ريد جرين بلو في الار جي بي مودلز، هدول بنسميهم تري ستيمولس فاليوز. هلا بقدر اعمل لهم نورماليزيشن واخليهم كلياتهم ايش عندنا بمجموعهم 1، فبقدر اعملهم نورماليزيشن من 0 ل 1 بحيث مجموعهم يطلع كلياتهم 1. فشو بنعمل بهاي الحالة؟ بقدر أحسب التراي كروماتيك كوفيشنتس اللي هو يساوي التراي كروماتيك كوفيشنتس، هو عبارة عن بتاخد القيمة الريد amount of red على مجموع
كل الاماونتس اللي هم ريد جرين بلو. هيك بيعطيني الريشيو اوف ريد بالنسبه لكل الالوان المستخدمه. اما الواي هي عباره عن الريشيو اوف واي اللي هي الجرين، تاخذها عنا اماونت اوف جرين على مجموعهم كلياتهم. نفس الشيء بالنسبه للبلو اللي هي بتحكي لي عنا البلو على مجموعهم بيعطيني الريشيو اوف بلو. نلاحظ هاي ولا التراكروماتيك كوفيشنتس الموجودين عندي بكون مجموعهم ايش؟ واحد. معناته انا اذا كنت عارف الريد وال الجرين بقدر اعرف اوتوماتيكلي ايش عنا الزي اللي هي البلو، فبقدر معناته امثل انا بدل ما يكون عنا function of three variables بكون عنا just two variables هم x and y. هاي هي اللي بستفيد منها من trichromatic coefficient، انا بقدر من خلالها امثلهم عبارة عن function of two variables بقدر اعرف لحالي ال third variable اللي هو z. فهون example على trichromatic coefficients اللي هم لو انا عندي red green blue هاي الالوان 255 وعندي 194 ملي green و14 ملي blue، فبقدر احسب الريد اللي هي 255 على مجموع ال 3 amounts بيعطيني اللي هي الريشيو اوف ريد. نفس الشيء بقدر احكي 194 على مجموعهم فبيعطيني هاي الاماونت، وبعدين بحكي 14 على مجموعهم بيعطيني هاي الاماونت. فهيك بهاي الحاله هدول مجموعهم شو لازم يطلعوا؟ واحد. فانا بقدر اعرف لحالي هلا معناته الريد والجرين بيعطوني منها البلو. شو بستفيد من هاي الحالة؟ بستفيد قادر بحكي لي بشكل systematically بقدر اميز الكلر هادي عبارة عن function of two variables اللي هم مين؟ x and y بس لحالهم. فأنا معناته من هاي المعادلة x plus y plus z يساوي واحد بقدر اعرف z، من ان اجمع x و y ما اطرحها من واحد بعرف z الموجودة عندي. فبقدر اميز هذا الكروماتيسيتي دياجرام عندي بهذا الدياجرام اللي هو بس عبارة عن x and y axis الموجود عندي. طبعا هذا الكروماتيسيتي دياجرام اني ستريت لاين فيه بين تو بوينتس بيعرف لي فاريشن اوف ديفرنت كلرز ذات اوبتين فروم ميكسينج ذيس تو كلرز اديتيفلي. يعني انا عندي هون لون بهذا الطرف اللاين وفي لون تحت اللي هم الاصفر والاخضر، اذا بدي اعرف شو الالوان اللي بتكون منها هذا الخليط هذول التو كلرز، فبكون هو عبارة عن الألوان اللي موجودة على طول هذا الخط هي عبارة عن الـ variations اللي بيعطيني إياها mixing these two colors additively. فبيحكي لأن straight line segment joining two points define all the different colors variation that can be obtained by mixing these two colors additively. طيب شو بمثل عندي هذا الـ x-axis والـ y-axis؟ الـ x-axis حكينا اللي هي مين بيكون؟ اللي هي الـ green. سوري الـ red. الـ x-axis شو بمثل عندي؟ بمثل الـ x-axis اللي هو الـ red، والـ y-axis شو بمثل عندي؟ الـ green. ده هاي مهمة كتير، الـ x-axis الـ red والـ y-axis الـ green. طب وين الـ blue؟ الـ blue حكينا هو بشكل ضمني بنعرفه من أي إشي؟ بنعرفه من هون لما حكينا عبارة الـ z تساوي x plus y ونطرحها من مين؟ من الواحد. فأنا معناته أي نقطة بهذا الكير زي هذا الإشارة الزائد اللي تفوق هاي بحكي لها لو بدي أحد شو الأمونت أوف ريد جرين بلو لإلها الريشيو أوف ريد جرين بلو، فبنزل خط لتحت شو وين بلاقيها؟ جاي هون. هاي النقطة اللي هي شو بتكون عنا؟ بحكي لها صفر عشرة عشرين تلاتين، هاي إيش بدها تكون؟ 25%. فهاي النقطة 25% اللي هي الريد. هلا باجي باخذ هاي النقطة وين بروح هون؟ وين بلاقيها؟ هلا عندي هون 60%، لفوقها شوي شو بتكون؟ 62% اللي هي مين؟ الجرين. طب كيف بدي اعرف هلا البلو؟ البلو باجي بجمع 25 زائد 62 وبطرحها من واحد بيطلع عندي 13. اوكي؟ طيب وين البيور كلر؟ هلا شو هذا؟ شو هاي الالوان؟ هلا بحكي لي على الباوندري لهذا الشكل، هذا بيعطيني البيور كلر، يعني بيور جرين وين بتكون؟ كلها على الباوندريز. فالكلرز اون ذا باوندري هاف ذا هايست ساتوريشن، شو يعني هايست؟ اللي هو البيور كلر. شو يعني بيور كلر؟ اللي هو بدون يعني ما يكون مخلوط مع وايت، ما يكون مخلوط مع لون ثاني او مع الوايت. لاحظ مثلا هذا اللون، هاي النقطة بيور جرين مثلا، كل ما نزلنا لتحت بصير للساتوريتد، بصير مخلوط مع ابيض، مخلوط مع ابيض لحد ما يوصل لوين؟ للون الابيض اللي هون. البوينت اوف ايكوال انرجي هيها، هاي اللي هي الوايت اللي عندي. كل ما طلعنا لفوق بصير اسمه وارم وايت، ليش؟ انا بصير مايل على الصفرة اكتر. كل ما نزلنا لتحت بسميه داي لايت لانه نازل على الازرق اكتر.
فمعناته البوينت اون ذا باوندري شو بنسميها بيور كلر. شو يعني بيور كلر؟ اللي هي هايست ساتوريشن اوف ذا فيزبل سبيكتروم. هذا بالنسبه للكروماتيسيتي دايجرام الموجود عندي. هون بحكي لك الكلرز اللي بقدر يميزها للهيومن اي هي عباره عن thousands of colors، بينما البرنت الكلرز اللي بتنعرض على الديسبلاي اللي هي بالار جي بي مونيتور هم اقل. حكينا هم قديش 256 كلر. فشوف السبيس اللي هيومن اللي بقدر اشوفها اكبر بكتير من الكلرز اللي بقدر اعرضها على المونيتور. بينما كمان الالوان اللي بطبعها البرنتبل كلرز اقل كمان من اللي بعرضها على المونيتور. بحكي لي انه الكلرز appear in the screen may not be printable and it is replaced by the closest color in the CMY gamut. اوكي فهدول مقارنة بين الـ human eye الكلرز اللي بشوفهم الـ human eye والكلر displayed on the RGB monitors واقل space اللي هو مين تبع الـ printable colors. الـ printable colors هم اقل space موجودين عندنا مقارنة مع الـ human eye مقارنة مع الـ RGB monitor. هاي الـ RGB colors values هاي بحكي لي انه انا لو بدي امثلها بالديسيمال او بالار جي بي بالهكسا ديسيمال. في الديسيمال عندنا بكيل الار جي بي بعطي 3 عندنا values. اول value للريد طبعا بتكون الفاليو من 0 ل 255، ثاني value للجرين، ثالث value للبلو. بالهكسا ديسيمال بعطي 2 digits لكل وحده، اول 2 digits للريد، 2 digits الثانيين للجرين، 3 digits الثالثين، هدول 2 digits الاخرانيين هدول بكونوا للبلو. فعندي لما يكون عندنا الريد، الريد راح يكون 255 صفر صفر بالجرين والبلو. هون فانا 255 كيف بمثلها بالهكسا ديسمال؟ اول تنتين اول تو ديجيت للريد فبحكيها اف اف اللي هي يعني 8 ones اللي هم شو بكونوا بالباينري يعني 255 اف اف بالهكسا. عندنا صفر ريد 255 جرين صفر بلو هاي الجرين وهيك بتكون تمثيلها بالهكسا. وبالبلو نفس الشيء 255 بالبلو صفر بالريد والجرين. هلا اذا بدي احصل على يلو، يلو هو الميكسينج بتوين الريد والجرين، فباجي بحكي 255 جرين و255 ريد وصفر بلو هاي يلو، فهاي تمثيلها بتكون بايش؟ بالهكسا. وبالماجنتا اللي هو دمج اللي هو بدمج بخلط بين الريد وبين البلو، وبالسيان اللي هو بخلط بين الجرين وبين البلو، وهيك تمثيلهم بالهكساديسمال. هلا برايت ريد، برايت ريد يعني انه انا بدي اخد اعلى تركيز من الريد زائد نص الجرين ونص البلو. البرايت جرين عندنا بتكون اعلى تركيز من الجرين وهاف من مين؟ من الريد والبلو. اما البرايت بلو بيكون اعلى تركيز من البلو ونص من مين؟ نص من الاحمر والاخضر. فهي البرايت بلو. اذا بدي جراي، الجراي بغض النظر عن قيمتها هي لازم تكون ايكوال متساويه في الريد جرين بلو، اماونت اوف ريد جرين بلو متساويه حتى احصل على مين؟ على الجراي. فلاحظ لازم يكونوا كلياتهم متساويين. فإذا بدي دارك جراي ف 64 64 64، انترميديت جراي 128 128 128، برايت جراي 192 192 192، اما الوايت بكون كلياتهم 255 ريد جرين بلو. فهي الصوره لما بدي اجي مثلا اي صوره بالملونه بتكون عباره عن وراها بكون 3 بلينز 3 ماتريسيز، واحده للريد واحده للجرين واحده للبلو، قيمها بتكون من 0 ل 255. فهي الصوره في الماتلاب قراناها 160 229 في 3. شو يعني؟ هي عباره عن 3 ماتريسيز. شوف هاي بتكون عباره عن صوره بس من 3 ماتريسيز، بحكي لك كل ماتريكس فيها عباره عن 160 رو في 229 كولوم. فما الثري ماتريسيز اللي هم الريد جرين بلو. فبحكي له لو بدي احصل على كل باند لحاله، بدي اعرض الريد لحاله والجرين لحاله والبلو لحال، باجي بحكي له A كل الروز وكل الكولمز في الماتريكس الاولى، كل الروز وكل الكولمز في الماتريكس الثانيه، والبلو كل الروز وكل الكولمز اللي من الماتريكس الثالثه. لو بدي اعملهم اي ام شو بيعطيني اياهم از جراي سكيل ايمجز. ليش؟ لانهم وان ماتريكس، وان ماتريكس هي جراي سكيل ايمج. لكن لما اجي احكي له اي ام شو ل A اللي هي الثري ماتريسيز بتعطيني اياها كلرد، اما ل A اللي هي الماتريكس الاولى هي جراي سكيل. فهون بيعطيك عنا اللي هو amount of red، قديش عنا الريد بهاي الصوره. اكيد هاي الصوره راح تكون وين اعلى شيء الريد فيها؟ اللي هي الشعب المرجانيه اللي بتكون لونها احمر هون، هاي فيها بتكون amount of red عاليه، واللي هو اصفر هون كمان. اما الازرق ما بحتوي على ريد اللي هي لون المي اللي هون، والسيان ما بحتوي على ريد،
فهاي اللي هي اللي بتكون الريد. اما اكيد هاي الصورة راح تكون اللي هي اللي اللون الزرقاء الازرق دي راح تكون اللي هي قيمه عالي جدا. وين؟ عند الاماكن اللي فيها سيان وفيها بلو. وين كمان راح تكون عالية؟ عند اللون الاخضر. الاخضر فيه شوية بلو هنا، مش يعني جاي اخضر هو لحاله، ممكن اخضر. فالبلو شايفين الصورة فيها كتير قيم عالية لانها الصورة بطبيعتها في البحر، فاكيد راح يكون طاغ عليها اللون الازرق. اما الجرين، الجرين لاحظ قيمها واطي هون بهاي الصورة. ليش؟ لانه هون ما في كتير جرين الا بالسيان، السيان فيها جرين، واليلو فيه جرين، اليلو والجرين هذا هون جرين واليلو فيه جرين قيمه عالية. طبعا انا بدي اعرض الصورة as red، درجات الريد بس لحالها، شو بعمل بهاي الحالة؟ بسيف كوبي من الايمج في صورة تانية، وبهاي الصورة بشرب بصفر الجرين ماتريكس، بصفر البلو ماتريكس، وبخلي الريد زي ما هي، فبتطلع عنا الصورة بهذا الشكل. وإذا بدك تعمل نفس الشيء بالجرين ماتريكس، تاخذ جرين ماتريكس، فأنت هون بساعتها بتصفر الريد، بصفر البلو، بتخلي الجرين، فيك تطلع عندك صورة فيها درجات الجرين لحالها. فهاي عنا بالماتلاب، إن شاء الله رح نطبقه في محاضرة لحالها. هيك بكون خلصنا وانتهينا من الار جي بي موديل، وان شاء الله لنا لقاء تاني انه في نشرح الاذر موديلز اللي هم السي ام اي موديل والاتش اس اي موديلز، ورح نحكي بعدين عن كيف نعمل سيدو كلرينج، كيف نحول الصوره من ار جي بي. في المحاضره الجايه رح تكون عباره عن سي ام اي موديل زائد الاتش اس اي موديل، زائد انه بدنا نحكي عن كيف نحول الصوره من جري سكيل ايمج ل ونعملها اساينينج لكلرد ايمجز باستخدام السيدو كلرينج بروسيجر. ويعطيكم العافية وبشكركم على